أهلين ألبير، كيفك يا معلم؟ منيح، كيفك أنت؟ الحمد لله ماشي الحال. عم بسمعك معلم. الوضع عنا لسه ما هدي، بس هن بدهم يخفوا وساختهم لأنه طبعا بتأثر على جماعتنا، وإلا كانوا قضوا عليك من زمان. وشو كمان؟ في بعض الأشخاص باللجنة عم يستغلوا سوء الوضع لصالحهم وعم يشتغلوا على الأساس. كيف يعني؟ بأنهم يتمسكوا بكراسيهم. معناتها نفس المرض القديم. ايه هيك شي. وهلأ بلشوا يشكلوا عصابات بسرعة كبيرة، وما حدا بيعرف مين عم بيعطي الأوامر ومنين عم تجي ومين صاحب الصلاحيات ومين الدولة اللي عم تدعمه ومن وين عم يجيبوا أسلحة وشو المصدر المالي تبعهم. وانت شو مهمتك؟ انا عينوني رئيس الجماعة اللي بدها تراقبهم، وطبعا نحن مستقلين عن القيادة. ومن قبل شو كنت؟ ولو يا معلم، ما نحن حماة الديار. حلو هالكلام. بعدين هالعصابات هاي رح تعمل عمليات كتير كبيرة يا معلم. ليش وضد مين؟ هلأ بلشوا بالحرب النفسية وعم بيروجوا فكرة انه تركيا رح تتعرض للاحتلال، ومشان هيك عم يشكلوا وحدات مخفية داخل البيوت مشان يقاوموا هالاحتلال. وبتعرف شو كمان؟ بهالحجة عم يخبوا الأسلحة مشان لما يعتازوها يلاقوها. ولمين عم يستخدموا؟ الشباب المعترين اللي مالهم حدا، يلي عم بيقضوا حياتهم بالقهاوي ومحلات الانترنت، والشخصيات المريضة اللي هدفها تنشهر بوقت قصير. مو عم تقول انكم حماة الديار؟ طالما انكم بتعرفوهم ليش ما عم تقبضوا عليهم؟ بس الموضوع مو كتير سهل، وما فينا على هالشي. صعب نوقعهم بهالسهولة. بالأول لازم نخليهم يوسعوا نشاطاتهم شوي لحتى يتحركوا حركات واسعة وواضحة، ووقتها نحن فينا نعرفهم ونقضي عليهم. معقول هالحكي ألبير؟ بتقلي إنه بالبداية لازم يكون في حريق، ولازم نترك هالحريق يتوسع لحتى نقدر نشوف شو هي حدوده. هلأ هيك بيطفوا الحريق؟ هيك بتنحرق كل البلد. معلم الحق معك، بس أول خطوة لنطفي الحريق بالغابة إنه نحاوط الحريق، وبعد هيك منحدد انتشار الحريق ومنضحي بشوي من الغابة. هذا مو حل. مو حل إنك تشعل الحريق وتطفيه بعدين. أنتوا بتتمنوا إنه ما تهب الريح أبداً حتى يتحدوا الحريقين وياكلوا بعضهم وبعدين ينطفوا. العصابات يلي عم تحكي عنها ما بتطفي الحريق، بتتظاهر بأنها عم تحارب مثل المافيا تماماً. بس هي الحرب بتصير مشان كل واحد من الطرفين يقدر ياخد حصته من الفريسة. لا تحكي لي عن العصابات والمافيا، أنا بعرفهم كتير منيح. ما عاد فينا نعمل شي بعد هلأ لأنه الفريسة وقعت والكل صار بده ياكل شقفة منا. وهلأ طبعاً ما عاد فينا نقلهم لا تمدوا إيدكم ولا تاكلوا منا. أنت عم تقول إنه ما عاد في شي نعمل، بس طالما في دولة في حل لكل شي، نحن لازم نساوي شي لحتى نمنع انهيار الدولة. معلم بدي إياك تعرف وتتأكد إنه هن ما عاد بدهم إياك لأنك عم تفكر بهالطريقة هي. هن مفكرين إنه ما عاد بدهم إياني، بس الحقيقة بالعكس تماماً. هالعصابات هي لو ما كانت مدعومة من طرف الكبار لما حصلت أكلة، فما بالك بالأسلحة. كلهم بيظنوا إنهم بدهم ينقذوا الوطن، وكلهم بيبيعوا حالهم للدول يلي بدها تقسم وبدها تستعمر هذا البلد. مشان هيك هزاربي بيأمن الأسلحة، وكرجداغ بيستورد المصاري من شمال العراق، وعائلة كجاكار بتستأجر الشباب ليقتلوا، واللي بيشرف على الأعمال وبيتزعم العصابات وبيدير كل شيء هي عائلة تتر أغلو. فهمني هلأ أنت كيف بدك تواجههم؟ فاتوا لجوات جماعتك
ومو بس هيك حاطين جاسوس كمان. بلشت بكتابة التقرير حسب أوامركم. من هو أول هدف لمراد علمدار؟ عائلة تتر أوغلو معلم، ومماتي عم يشتغل بالمازوت. خير إن شاء الله. شو خلصت مصريات علمدار؟ لا معلم، بيطلع له 12 مليار دولار بالسنة من تهريب المازوت، وهو عم يصر إنه ما بده ياخد هاي المصاري أبدا. وشو كمان؟ وكمان حرض تركي قنطرجي ضد عائلة كاشكار، وحاطت جاسوس بنص عائلة كاشكار. مين هو؟ ما بعرف لسه. شو كمان؟ وبيجوز يشك فيني كمان، لأنه ما عم بيشاركني بالمهمات، وأنا كمان مو متحمل حالي يا معلم، وعم بتصرف بعصبية كبيرة. هو استجوب حدا منكم شي؟ على حد علمي لا. حاول إنك تكسب ثقته كمان، وبدياك تخبرني بالأشياء اللي عم يخفيها عنك. لكن ليش يا معلم ما بتسمحوا لي إني أنهي هالقصة وأقضي عليه بدل ما نحن ناطرين هيك؟ الدولة تعطي فرص لرجالها اللي ساوتهم، ممكن الواحد يستفيد إذا تراجع على الخطأ. عم تفهمني عبد الحي؟ إذا وافقتك على كلامك ونهينا مراد علمدار، مين بده يجي محله؟ الدولة يا معلم على طول في عندها رجال أكفاء وبيثبتوا جدارة. عم يلتقي مراد علمدار مع البير؟ ايه عن طريقي. راح اكشف المتسلل لجماعتي. المتسلل ولا الخاين؟ المتسلل. انا اصدقائي ما بيخونوني يا معلم. بعض الاحيان ممكن تختلف انت وزميلك بالشغل وبتسمي هالشي اختلاف فكري، بس انا بسميها خيانة. انت مين قصدك البير؟ اسمعني معلم، دير بالك منيح من عبد الحي. قلت لك اصدقائي ما بيخونوني. أيام المناقصات وقت كنا نمشي على السجاد الأحمر كنا محترمين، بدال ما نشيل سلاح كنا نشيل بطاقات ائتمان، وبدال ما نتسبب بقطع رجلينا كنا نقطع شيكات. أخ كيف رجعنا مرة تانية لتحت على القذارة والوساخة؟ يعني كل شخص نجس وقذر عم نتعامل معه بهذا المينا. عمران، لازم نخلي الرجال يشاركنا ونحاول نقنعه كمان. إذا مو عاجبك هالحكي بتقدر تنزل. في كتير ناس عم تنزل من الباص لك عمران. نزيل انت كمان وبيعنا عزات. عفوا معلم. امور مفتاح حكومة مفتاح ميماتي باش بده يقابل صاحب الشغل. ليش هذا المازوت من مال أبوك حتى ترميه بالبحر؟ لك أنت كيف بتعمل هيك ها؟ كمال بيك، كنا مضطرين وإلا خسرنا السفينة. احكي لي الصدق يا قبطان، لوين أخذت المازوت ولمين بعته؟ كمال بيك، أنا من زمان عم بشتغل معكم، في شي مرة شفتوا مني تقصير؟ جاوبني بلا لف ودوران. تأكدوا من القصة يا معلم واسألوا كل الطاقم، لو ثبت عكس اللي عم بحكيه أنا رضيان بكل اللي بتحكموا فيه. يا معلم اضطرينا نكب المازوت. لك سكوت ولك وقع لي هون لشوف. اذا بدكم تعاملوني بهالطريقه انا ما حقدر اكمل معكم كمال بيك.
أنا صار لي عمر قبطان وما حدا هاني. رفقي نور معلم. الظاهر إن القبطان ما بيعرف يوقع. دله كيف يبصم يا رفقي. دله منيح خليه يبصم. لحد هون وبكفينا لعب. يلا وقع. ما رح تقبض مصاري لمدة سنة. أوه يكون بعلمك هذا ما بيساوي واحد بالألف من اللي خسرته. بس شو بدنا نعمل؟ رح أعتبرها صدقة. أنا ما حقدر أقول شيء بس الله يجازيكم. مال جوا شي؟ هو بانتظاركم. بس حضرته. وانتو ضلوا هون. اهلا وسهلا فيك ميماتي بيك. اهلين فيك. شو الاخبار؟ حلو كتير عم نشتغل. قلي شلون فيني ساعدك؟ نحنا كمان حبينا نشتغل بالمازوت، شو رايك؟ مبروك. شو بدكن مساعده؟ انا جاهز. وليش نحنا اجينا؟ يا ترى في عندكن باخره؟ انت كم وحدة عندك؟ 12. وجايتني وحدة على الطريق ورح استلمها بشهر آذار أو نيسان. أنا يلي عندي 7 بواخر ويلي قلت عنها من بيناتهم. يعني أنا شريكك ب 51%. ما عم افهم عليك. أنت جاي لتخرب بيتي؟ أنت ما فهمت علي. أنا جاي لشاركك. بس أنا مو بحاجة شريك. لكان أنت بحاجة مشاكل. اسمع يا صاحبي، إذا كنت بحاجة مصاري فأنا بدينك. أنا بعطيكم المصاري بس المهم تكونوا رجال. قديش؟ كمال شوف، يا أما نحن شركة ب 51% يا أما باخد دفتر الشيكات هاد. وبحرقه. وبحرق سفنك الستة يلي مو إلي وانت معهم كمان. فكر منيح يا كمال، معك وقت لتفكر من هون للمساء. وهي تصافحنا واتفقنا. خلصوا عليهم كلهم. امشي ولاك امشي. يا باطل عمران. اه
مماتي خلينا نتفاهم. مديت ايدي وسلمت عليك واتفقنا، قلت لك نحن شركة. لك انت ما بتفهم؟ مديت لك ايدي حتى نصير شركة بس انت حاولت تكسرها، وهلأ من حقي اني اكسر ايدك. لا تصرخ، لازم تتعلم من هذا الدرس. هالشي بيصير بين الأخوة، على كل إن احنا شركاء. خد نفس طالع، تنفس مرة تانية، طالع. طيب فيك تلبس ثيابك. دقات قلبي سريعة بحس فيها هيك بالليل يا دكتور، بحسه انه عد ما بيدق رح يوقف. كل يوم بيجي لعند هدول بقلن قلبي رح يوقف يا شباب، بيقولوا لي لا ما في مشكلة، بس والله صدري عبيدي وعبتعرق من شعر راسي لحتى أضافر رجلي. أما ضغطي فشي 1500. إذا ما كانت سكتة قلبية شو بتكون دكتور؟ قلبك ما في شي. شو؟ قلبك طبيعي. شو؟ اللي عم تشكي منه طبيعي بهذا السن، ما في أي مشكلة بقلبك. لك كيف ما في شي يا دكتور؟ قلت لك قبل شوي شو أنا عبألف من عندي؟ تعال واسمع كمان، بس افتح حدنيك. انت جديد بالسجن ويمكن هذا السبب، الظروف اللي مريت فيها. لك يا زلمي، الحياة اللي قضيتها بالسجن بتساوي عمرك كله. لك لك بدكن تموتوني انتو، بدكن تموتوني وتقتلوني. ليش بدكن تقتلوني؟ ليش؟ لك مو حرام عليكن؟ بعد ايدك ولعك. امشي بعد ايدك. هنيك يا معلم حقان. خير ان شاء الله. انا قريب رح نطلع يا معلم. يعني لوين؟ بعتلنا يا معلم ظافر سلام مع المحامي وقال خبره حسين وحقان اننا رح نطلعهم باول جلسة. مين هو معلمك ظافر؟ هو بيعرفك يا معلم، كان لكم اصدقاء مشتركين كتار. مين هو لا يطلق صراحنا؟ ما في حدا له بيعرفه للمعلم ظافر. محامينا زلمي ممتاز، من الرجال المخلصين للمعلم ظافر. قال ما لازم ينام الرجال يلي بيخدموا الوطن حتى لو ليلة وحدة، لأنه في مهمات عم تستناهن برا. احكي لي شوي عن معلمك ظافر هاد ومحاميكم الممتاز. رح تعمل نظام حماية لمكاننا الجديد؟ يا معلم، النظام السابق ما كان فيه أي مشكلة، بس وين ما بيكون في بشر رح يكون في أخطاء. والحل برأيك إنه نقضي على البشر ولا لا النظام لا يمكن خرقه؟ عم نشتغل مع المهندسين المعماريين يا معلم لنتلافى كل الأخطاء. اشتغلوا وخبروني بالنتيجة. حاضر معلم. ما في خبر عن اللي حط الوردي عبد الحي؟ معلم ما قدرت وصل ولا المحل. ليش؟ بعد ما فجرت الباص ما ضل محل نوصل له أبداً، وإذا وصلنا ما رح يكون في شي نشتغله، ومن هلأ هن اللي رح يوصلوا لنا. بس أنا ما بدي نوصل لحدا من برا يا عبد الحي، لأنه في حدا من جوا. مين معلم؟ مين؟ أنا؟ ولا مماتي؟ عمران؟ محمود؟ تامر؟ مين؟ يلي حط الورد بالمكتب. بالحقيقة كان في ورقة بين الورود، بعتقد إنها معكن. فكرت إنه ممكن نصل لشي عن طريق خط اليد. شقيتها ورميتها يا تامر، مو معقول يكونوا كتبوا الورقة جوات المكتب. معك حق. شو صار معكم مماتي؟
حلينا المشكلة معلم، نقدر نروح المساء ومنشوف الشغل. المساء عندنا شغل. خير شو في؟ في ناس بدون أسلحة ونحن رح ناخذلهم إياها. عندنا أسلحة معلم؟ طبعا، بس السؤال هو يلي بده الأسلحة شو بدي أعمل فيها؟ بشو بدهم يحملوا الأسلحة؟ بالقطار مماتي. قديش هالناس صبورين، القطار ما رح يصل، وإذا ما وصل شو رح يصير بالأسلحة؟ لمين هاي الأسلحة معلم؟ لمين القطارات يا عزت؟ إلنا، للمواطنين، إلنا كلنا معلم. عزت، أكلت لك شي ضربي على رأسك وقت علقنا؟ بيصير يكون مال الدولة للمواطن؟ وهلأ صار دور الاستيلاء على مال الدولة يا معلم. عبد الحي، احكي بشو عم تفكر حتى نفهم شو قصدك. بقصد انه نحن عم نعمر قصر بس عم نهدم مدينة، مالنا علاقة بنقل الأسلحة. عبد الحي، هاي الأسلحة ما راح تروح للجيش ولا للأمن ولا حتى للشرطة، معناتها لمين بدها تروح؟ لكان خليها تروح للناس اللي بحاجة إلها، نحن شو قلنا علاقة؟ يلي أنا عم أقوله، بدي استولي على الأسلحة لحتى أعرف مين بده إياها ومشان شو؟ انتهى النقاش. معلم، في أخبار عن عيلة تتر أوغلو، قدروا يحصلوا على مينا جديد، وقال رح يدفعوا مبلغ كبير، وقال إنه تجهيز المينا رح يخلص. شو رأيك نوقف بوشهم؟ يا أخي، مبارح اتفقنا مع الرجال على 75، وهلأ كيف بدك يعني يقول 150؟ فهم علي، قول للزلمة إنه أخي ما بيقبل أقل من 150 مليون دولار. الدين طامرنا طمر، شو بدي يصير بحالتنا لو التغت الصفقة؟ شو هالحكي، كيف بدهم يلغوها؟ عائلة تتر أوغلو ما بيهمهم شو بيدفعوا مصاري. لا تسود وشك قدامهم وخبرهم إنه أخي هيك بده، وأكيد رح يدفعوا لك 150 مليون دولار. إجا يا الجين يلدز يا بيك. خليه يتفضل. تفضلوا أستاذ. مرحبا، كيفك؟ أهلين، الحمد لله. مرحبا. يا أهلا، تفضل. كل الأوراق جاهزة. قعدت مع محاميكم وجهزت كل شيء. خلونا نوقع وبنقل لحسابكم 75 مليون. يا الجين بيك، للأسف نحن بدنا ننسحب. عفوا؟ يا الجين بيك، الحقيقة أنا اتفقت معكم مبارح بدون ما استشير أخي. أنت ما اتفقت معنا، أنت وعدتنا. والله الحق معك، بس هو بيضل أخي ونحن شركة. يا الجين بيك، رح أحكيك بصراحة، في حدا بده المينا ورح يدفع فيه 150 مليون دولار، ادفع 151 وخده. فيني أعرف مين اللي دفع لكم هالمبلغ المغري كتير؟ لا للأسف. معناته ألف مبروك عليكم. يا الجين بيك، باعتبار اني وعدتك مبارحة حابب اني اتفق معك. ما عاد في امكانية نتفق، بس رح انقل اللي صار لداود بيك، وهو بيقدر يبعث لكم شخص افضل مني للتفاوض. خربت كل شيء. يا اخي انت اتكل على الله وشوف بكرة كيف رح يدفعوا اللي بدنا اياه. أخي حسين، هدول ساو جماعة جديدة، واللي فهمته بالضبط إنه عندهم كل شيء ما عدا الرجال، بس ما بنقدر نتفاهم مع الكل.
حسين، لو قلت لي قبل 6 أشهر انه كان ممكن ننسجن كنت اكيد رح اقول لك لا، وما رح نخسر شيء اذا شفنا عرضهم. كيف سمح الرئيس لهدول؟ كل رئيس عنده حدود ما بتجاوزها، وكل شخص من حقه انه يطمح للرئاسة. برأيي نستنى كمان شوي. انا رح اطلع من اول جلسة يا حسين، لانه ما عاد فيني اتحمل ابدا اطلع كيف عايشين بسبب الشيء اللي ساويناه. معلم لازم نستشير مراد علمدار. شغلنا مع مراد علمدار خلص يا حسين، وعرف انه لو ضلينا معه عم نشتغل رح نبقى هون لسنين، وانا ما برضى بهذا الشيء منوب. لا تؤاخذني، نحن شركة بس ما قدرت اني تابع العمل منيح، كان عندي ظروف خاصة، بس من هلا ورايح رح ابذل كل جهدي وساعدك وادعمك بكل شيء بتطلبه مني يا مراد. من بعد اذنكن في شيء واحد بدي اياه منكن. مثل ما بتعرفوا في منافسة كبيرة، واغلى شيء بهالمنافسة هي المعلومات. يلي بدي اياه انكن تعطوني كل المعلومات عن علاقات واعمال عائلة هزار بأغلو. هالأمر بيتعلق بالعيلة شي؟ لا، ما أنه متعلق بالعيلة أو أي حدا من أفرادها. الموضوع بيخص علاقاتهم وأعمالهم يلي رح يبلشوا فيها. هلأ أنت بدك تعرف شي محدد عن هون؟ صادراتهم وارداتهم. بصراحة يا سلجوبك بدي أعرف شو بيصدروا وشو بيستوردوا، ومن وين بيستوردوا ولمين بيصدروا. عمي أهلين بنتي، ما كنت بعرف أنك هون. كان عندي شغل مع سلجوبك وهلأ خلصت لازم أمشي، عم استنى ردكم. الله معك. عندك شي اليوم المساء؟ فينا نلتقي؟ عندي شغل المساء، منحكي مع بعض. كنتي بدك تسألي عن شيء محدد يا هدى؟ هلا اتركك من سؤالي، ما بدك تقلي شو كنتوا عم تحكوا؟ عمل. لو سمحت رقم 315. تفضل. شكرا. العفو. لو سمحت غرفة 512. تفضل يا خان. شكرا.
قديش صار لك عم تراقبني يا سيد؟ من أسبوعين. طيب زوجي له علم بهي الصور شي؟ لا لسه، قلت لحالي بورجيك ياهن بالأول. شكرا لك. بكفوا هدول؟ من هلأ ورايح ما تحكي شي لعلي إلا اللي بقلك عليه أنا، لحتى يوقف مراقبته إلي ويتركني بحالي، واضح؟ طبعاً. استنى شوي، بس تطلع من هون تتصل بعلي بيك وبتقله إنها راحت على مكتب سياحي وقطعت بطاقتين للسفر بالطيارة. هذا كل شي؟ إيه هذا كل شي. طيب تركي بيك اجت اسو خانم. تفضلي اسو خانم. شكرا لك حسن. انا بامرك معلم. كيف حالك اسو خانم؟ بخير تركي بيك. تفضلي عم اسمعك. قلت لكم من قبل فيكم تثقوا فيني. شو في هون؟ عناوين مستودعات لعائلة كاشكار. وشو في بالمستودعات؟ عم يبخوا الأجهزة الطبية القديمة لتصير جديدة وبيدخلوها على الجمارك وبيساووا لها معاملة استيراد جديدة، بيبيعوها مرة تانية وبيستفيدوا من تخفيف الضرائب، وهيك عم ينصبوا على الناس، ومن وراء الاحتيال عم بيجمعوا كتير مصاري. هاي هي عائلة كاشكار. بس هاي العناوين اللي جايبتيها ما بتكفي لحالها. إذا قدروا يموهوا شغلهم منيح ما فينا نثبت عليهم أي شيء. بدنا منك تجيبيلنا أدلة تكشف تنظيمهم والوراق المزورة كمان. فيك تساوي هيك شيء؟ صعب كتير، بس رح أعمل كل جهدي. ليش هيك عم تساوي؟ أنت من سنين بتشتغلي لصالحهم وبتخيل انك لميت مصاري منيح من وراهن، وبمجرد ما يعرفوا انك عم توصلي هيك معلومات إلنا رح يقتلوكي. هاي مسألة شخصية، شي يوم بحكي لك عنها. Thank you.
بين شوي محمود. يلا. ماشي معلم. شو هي مشكلتك؟ ما كان لازم نتورط بهالشغلة أبدا. شبك ليش عم تعترض؟ شو ما بصير عبر عن رأيي؟ طيب شو رأيك؟ نجتمع كلياتنا ونقول شو هو رأينا، بس لا تقول رأيك وين ما كان، ولا تخلينا نشك فيك لنفرض انه عطيتك كل ثقتي. تقدر تقلي هلا شو عم نساوي نحن هون؟ وانا عم بعمل هيك مشان تتساءل. عبد الحي، حتى لو انا تساءلت، بس افتح باب مقطوره بالقطار رح يقوصني رجال براسي يلي مليان شك. شت. الشك والصداقه ما بيجتمعوا. لو كان عندك شك غير طريقك وامشي بهالطريق.